الفصل الرابع ضغط السكان على البيئة يقترن تدهور النظام الأيكولوجي العالمي وموارده الزراعية بزيادة في عدد السكان والماشية، لكن هل هناك رابطة سببية ضرورية بين الاثنين؟ كان علينا أن نستنتج عدم وجود مثل هذه الرابطة، لقد بدأ الكثير من التدمير الحالي للنظام الأيكولوجي البيئي في البلدان المتخلفة مع الاستعمار إلى مضاعفة العبء على الأرض. وادت المزارع الكبرى التي اقامها البريطانيون والاسبان وغيرهما من القوى الاستعماريه فاولا نزعوا ملكيه افضل الاراضي للزراعه المستمره لمحاصيل التصدير وثانيا كانوا عاده يدفعون الزراع المحليين الى اراض هامشيه ومنحدره عاده لا تصلح مطلقا للزراعه الكثيفه. وسرعان ما افسد التاكل الاراضي التي كان يمكن ان تفيد في الرعي او التشجير او كان يمكن استخدامها في التنزه هذا العبء المزدوج زراعه المحاصيل النقديه التجاريه للتصدير وحشر غالبيه الزراع في اراض معرضه للتاكل يتزايد اليوم ولناخذ مثالا على ذلك احد بلدان امريكا الوسطى وهو السلفادور فالبلاد تتكون في غالبيتها من تلال وجبال شديده الانحدار واكثر الاراضي خصوبة وانتاجية هي المنحدرات البركانية الوسطى وبعض احواض الانهار الداخلية المتفرقة والسهل الساحلي. وابتداء بالغزو الاسباني اصبحت هذه الاراضي الممتازة مملوكة للمزارع الضخمة المخصصة للصادرات القطن والسكر والبن ولمزارع تربية الماشية. واقل من 1% من مزارع السلفادور تزيد على 250 فدانا. لكن تلك المزارع القليلة التي تزيد عن ذلك تضم فيما بينها نصف إجمالي المساحة الزراعية في البلاد بما في ذلك كل الأراضي الممتازة. أما الأراضي الباقية وهي في معظمها تلال جدباء فهي كل ما تبقى لنحو 350 ألف كامسينو لينتزعوا منها ما يقيم أود عائلاتهم ويبلغ من انحدار أكثر الأراضي التي يضطرون لزراعتها أنها لابد أن تزرع باستخدام العصي. ويمكن للتآكل أن يكون مدمراً. استنتجت إحدى الدراسات أن 77% من أراضي البلاد تعاني من التآكل المتسارع، بحيث يتحتم على الكامبسينوز أن يهجروا منحدراً بعد حصاد ضئيل لسنة واحدة. أما أين سيذهبون في المستقبل؟ فليس واضحاً على الإطلاق، وبالفعل أدى الاستنزاف السريع للتربة إلى هجرة كثيفة للسلفادوريين إلى هندراس المجاورة، وساعد البحث عن الأراضي من جانب السلفادوريين اليائسين على إشعال حرب بين البلدين عام 1969، وقيل لنا أن هذه كانت أول حرب في التاريخ يسببها الانفجار السكاني. ومن المغري أن ننظر إلى منطقة مثل الكاريبي حيث دمرت الغابات شبه الاستوائية وتآكلت التربة بصورة سيئة. ونشخص المشكلة ببساطة على أنها مشكلة وجود بشر أكثر مما يجب. فالمزارع المحلية لا تطعم حالياً سوى ثلث سكان الكاريبي، ويعاني 70% من الأطفال من سوء التغذية. لكن قبل قبول مقولة وجود بشر أكثر مما يجب على أنها السبب، لنأخذ في اعتبارنا بعض الأرقام عن استخدام أراضي الكاريبي. فنحو نصف كل الأراضي الصالحة للزراعة مخصص للإنتاج المحاصيل والماشية للتصدير. واغتصاب أفضل الأراضي لمحاصيل التصدير أكثر درامية في كل بلد على حدة. ففي جواد الويب ينتج أكثر من 66% من الأراضي الصالحة للزراعة قصب السكر والكاكاو والموز وفي المارتنيك يزرع ما يفوق 75% بقصب السكر والكاكاو والموز والبن وفي ياربادوس ينتج 77% من الأراضي الصالحة للزراعة قصب السكر وحده ويعلق عالم البيئة الكاتب إريك إيكهولم قائلاً ان هايتي من بين الدول القليله التي اصبحت تنافس او حتى تفوق السلفادور في تدمير البيئه على مستوى قومي وليس من قبيل المصادفه ان مجرد قله من الناس تملك اراضي البلاد الزراعيه فافضل اراضي الوديان تابعه لحفنه من الصفوه مع شركائهم الاجانب الذين يرسمون افقا لا يحد من قصب السكر واشجار البن والماشيه وكلها للتصدير وقد صدمنا بوجه خاص ان نرى الاكواخ البائسه للمعدمين على طول حافه الحقول الخصبه المرويه التي تنتج العلف لالاف الخنازير التي تتحول الى سجق لشركه سيرفيس فودز بشيكاغو، وفي نفس الوقت تترك غالبيه الهايتيين ليتلفوا منحدرات الجبال التي كانت خضراء ذات حين، في جهود تكاد تكون عبثيه لانتاج الغداء. ويفر الالاف يائسين الى الولايات المتحده حيث ينافسون ادنى الامريكيين اجرا على وظائف الحد الادنى للاجور وفي افريقيا نجد ايضا المحاصيل النقديه للاستعمار وميراثها المستمر وليس ضغط السكان هي التي تدمر موارد التربه فقد تم تمزيق اجزاء شاسعه من الرسوبيات الجيولوجيه القديمه المناسبه تماما للمحاصيل الدائمه مثل حشائش الرعي او اشجاره من اجل زراعه القطن والفول السوداني وبسرعه تصبح التربه فقيره في المواد العضويه وتفقد تماسكها وعندئذ تعمل الريح القويه في موسم الجفاف على تاكل التربه بسهوله ويؤدي تدهور التربه الى تناقص المحاصيل وبالتالي الى التوسع في الاراضي المزروعه حتى الاراضي الهامشيه عاده وفي تضاد درامي مع الزراعه الاحاديه لمحصول نقدي نجد ان الزراعه التقليديه القادره على الامداد الذاتي بالغذاء والتي تحل محلها الزراعه الاحاديه صالحه تماما من الناحيه الايكولوجيه فهي تمثل عمليه تكيف تطورت على مدى طويل لتتماشى مع التربه والمناخ المداريين وتعبر عن عمق للتالفات المعقده للنظام الايكولوجي المحلي فالمزج بين المحاصيل وأحيانا بين أكثر من عشرين نوعا مختلفا يعني أن دورات الحصاد متعاقبة ويقدم أقصى حماية ضد الخسائر الكلية الناشئة عن طقس غير موات أو عن الأوبئة أو الأمراض وبالإضافة إلى ذلك فإن الزراعة المختلطة تؤمن للتربة حماية على مدار العام من الشمس والمطر إن مشكلة تآكل التربة خطيرة فعلاً لكن تآكل التربة يحدث غالباً بسبب احتكار قلة للأرض الخصبة، مجبرين أغلبية الزراع على الإفراط في استخدام تربة معرضة للخطر. واكثر من ذلك فان افقار التربه ينتج ليس عن جهد لتلبيه احتياجات الغداء الاساسيه لسكان يتزايدون بل ينتج بصوره متزايده من ضغط الزراعه الدائمه لمحاصيل التصدير الترفيه وغير الغدائيه فوق مساحات ضخمه مع اغفال الاساليب التقليديه التي كانت تحفظ التربه من قبل الراي الزائد دراسه تشخيصيه لسوء استخدام الارض الرعي الزائد هو طريقة أخرى لتدمير الأراضي الهامشية لكن للتوصل إلى السبب لا بد أن يتساءل المرء من الذي يقوم بالرعي الزائد ولماذا؟ وهل يترتب على ذلك أن الأراضي الهامشية لا يمكن أن تصلح أبدا لتربية الماشية؟ وأخيرا لما كان الرعي الزائد يعني وجود عدد أكثر مما يجب من الماشية في الأراضي فهل لا بد أن نستنتج أن ذلك يعني وجود بشر أكثر مما يجب؟ يرى بعض المراقبين الخارجيين أن رعاة أفريقيا الرحل هم المذنبون ورغم ذلك فقد توصلنا إلى أن الرعاة الرحل قد توصلوا تقليديا إلى الاستخدام الكفء لمساحات شاسعة من الأراضي شبه الجرداء التي كان يمكن أن تظل غير منتجة فبينما يبدو ارتحالهم عشوائيا للمراقب الخارجي فإنه في الحقيقة منظم بحيث يستفيد من تغيرات المطر والعشب وقد يسوق الرحل قطعانهم عبر مئات الاميال مبتعدين عن مراعي فصل المطر الى واحات دائمه العشب في فصول الجفاف اذن فارتحال الرعي هو استجابه عقلانيه لبيئه تتميز بندره الماء والجفاف الموسمي وموارد علف موسميه شديده التناثر واساليب الرعاه تستخدم موارد لا يعتبرها الاخرون موارد على الاطلاق وهناك أسلوب تكيف آخر للرعاة التقليديين هو تربية قطيع يتكون من أنواع مختلفة من الحيوانات، الجمال والأغنام والماعز والحمير، بالإضافة إلى الماشية. فالقطيع المختلط يمكنه استغلال تشكيلة من التنويعات الأيكولوجية، فالماشية والأغنام ترعى العشب، والماعز يرعى الشجيرات والأجزاء السفلى من الأشجار. وهكذا ينتج بروتين ثمين للاستهلاك الآدمي من نباتات لا يمكن أن يأكلها الإنسان، كذلك فإن للأنواع المختلفة دورات توالدها المختلفة، وتضمن مواسم التربية المتعاقبة بعد اللبن على طول العام، وصلابة الماعز والجمال تجعلها صالحة للجوء إليها في أوقات الجفاف حين تنفق الماشية. كما يقوم القطيع المتنوع بدور مخزن متحرك للطعام سواء مباشره او باحلاله محل الغلال خلال فترات الجفاف السنويه ودورات الجفاف المنتظمه وتقليديا كان الرعاه ينتجون من اللحم ومنتجات الالبان ما يكفي للتبادل مع الفلاحين مقابل الغلال وبالاضافه الى ذلك كانت قطعان الرعاه تسمد سنويا حقول الزراع المراحه وهكذا تكسب الماشية أراضي رعي جديدة وتتحسن خصوبة تربة الزارع. وقد أتاحت علاقة التعايش العضوي هذه لسكان ملحوظي الكثافة أن يسكنوا بارتياح أراضي تبدو غير مواتية. إذا كانت تربية الماشية قد كانت ويمكن أن تكون طريقة ممتازة لجعل الأراضي الهامشية منتجة، فما الذي حدث؟ وماذا وراء التقارير العديدة عن الرعي الزائد في أقاليم مثل الساحل الأفريقي؟ ذلك الامتداد الشاسع من الارض شبه الجرداء على طول الحد الجنوبي للصحراء الافريقيه للاجابه عن هذا السؤال علينا ان نعود الى بدايه هذا القرن فقد خلقت الاداره الاستعماريه الفرنسيه حدودا قوميه تعسفيه تحافظ عليها اليوم الحكومات حديثه الاستقلال دون اعتبار لحاجه الرحل الى الارتحال وجعلت القيود اللانهائية من الصعب بصورة متزايدة أمام الرحل أن يحركوا قطعانهم استجابة لدورات الطبيعة القصيرة والطويلة المدى كذلك فرض الفرنسيون ضريبة الرأس على كل راعي للرحال وكان يجب دفع الضريبة بالفرنكات الفرنسية رغم أن معظم الرحل كانوا يعيشون في إطار اقتصاد مقايضة وهكذا أصبح الرحل محتاجين إلى تربية المزيد من الماشية حتى يمكن بيع بعضها مقابل النقود، وعلى مدار السنين أصبحت حاجتهم إلى النقود مركبة نتيجة الإغراء المتزايد للسلع الاستهلاكية المستوردة، كما أدى ارتفاع أسعار السوق إلى تشجيع الرعاة على زيادة قطعانهم بما يفوق طاقة الأرض. وجاء اتساع اراضي انتاج الفول السوداني والقطن ليقلل بشده من كميه المراعي المتاحه للرعاه كما بدا الزراع في تربيه قطعان صغيره قرب منازلهم وتسببت هذه القطعان المقتصره على حيز ضيق في رعي زائد في مواضع محدده وإضافة إلى ذلك، شجع الطلب على لحم البقر للمدن وللتصدير الرعاة على الإخلال بالتوازن الطبيعي للقطيع المختلط في سبيل الماشية. كذلك سهلت اللقاحات الحديثة ضد الأمراض نمو القطعان بما يفوق طاقة تحمل أعراض الرعي. وتحول الدواء الذي كان يستهدف إنقاذ هذه القطعان ليسهم في موت عشرات الآلاف من الحيوانات جوعًا. وقامت وكالات المعونه بما في ذلك وكاله الولايات المتحده للتنميه الدوليه بحفر ابار مياه عميقه في اواخر الخمسينات واوائل الستينات وتجاهلت حقيقة أن نسق الرعي الوحيد الذي لا يرهق الأرض شبه الجرداء هو نسق يعتمد على الارتحال عبر مساحة واسعة، وأن حفرة ماء على مدار العام هي بديل غير مناسب كما ستبين التجربة، فعندما بدأ المطر يقل، بدأ الرعاة في نقل ماشيتهم بجملتها إلى هذه الآبار، إلا أن البئر يقوم بدور إشارة كاذبة في نظام اتصال الثقافة التقليدية. فالبئر يبدو كانه بديل جيد للمطر الا انه على خلاف المطر لا ينبت المرعى وقد اقنعهم ما يبدو انه مدد متصل من الماء وهو اكثر عوامل اقتصادهم نقصانا وتقلبا بان يواصلوا زياده حجم قطعانهم وقبل انقضاء زمن طويل كان سته الاف راس من الماشيه في المتوسط تدور حول الابار التي تحوطها اراضي رعي لا يمكن ان تطعم في احسن الاحوال اكثر من ستمائه وبعد ان التهمت الماشيه المساحات المحيطه بالابار وداست التربه لم تعد الارض المهجونه تستطيع حتى امتصاص الامطار النادره وقد قرر شاهد عيان أن كل بئر أصبح بسرعة مركزا لصحراء صغيرة خاصة به مساحتها أربعون أو خمسون ميلا مربعا وفي المدة بين عامي 1955 و 1960 تزايد عدد الماشية والماعز والأغنام في مالي وحدها بمقدار 800 ألف رأس وبعد عام 1960 حين تم حفر المزيد من الآبار الأسطوانية قفز الرقم الإجمالي للماشية من خمسة ملايين إلى ستة عشر مليونا أو أكثر من ثلاثة حيوانات لكل مواطن مالي وفي الجفاف الأخير مات عدد ضخم من الحيوانات المزدحمة فوق أراضي الرعي المستنفدة بسرعة حول الآبار ليس بسبب العطش بل بسبب الجوع وربما قرأت أن محنة الرعاة تثبت أن هذه البلدان مكتظة بالسكان وأنها استنفدت مواردها فهل يعني المزيد من الماشية وجود بشر أكثر مما يجب؟ نعتقد أن الإجابة بديهية الآن ليس بالضرورة، لكن ليس ثمة حاجة للنظر إلى الرعاة نظرة رومانسية، فلا بد بلا شك أن يتوافقوا في إطار توازن أيكولوجي جديد في سياق بقية المجتمع، وسوف يتطلب هذا بعض التغييرات مثل تقنين تركيب القطيع وحجمه. لكنه سيتطلب كذلك تغييرات أكثر جذرية في المجتمع الأوسع، مثل تكامل الزراعة والرعي بوسائل من بينها تحديد قيم عادلة ومستقرة لتبادل الماشية والغلال. اما المراقبون الخارجيون وخصوصا مجموعات النخبه الحكوميه الحضريه الذين اعتبروا الرعي شيئا في غير اوانه وكارثه ايكولوجيه ربما لسبب اساسي هو انهم لا يستطيعون السيطره على الرعاه فانهم يدافعون باستمرار عن نظام المزارع باعتباره الطريقه الحديثه لكن نظام المزارع التجاريه بالرعي المسيج والعلف بالحبوب الذي يبدد الغلال الثمينه والموجه اساسا الى تصدير لحم البقر يقف في تعارض درامي مع السلامه الايكولوجيه للرعي التقليدي الذي يستخدم مجموعه كامله من الموارد التي لا يمكن بطريقه اخرى اتاحتها امام الاستهلاك الادمي ان نظام المزارع يحدق كخطر الموت باراضي افريقيا شبه المجدبه وبسكانها التقليديين بالاضافه الى ذلك فان نظام المزارع التجاريه يغفل الامكانيات الهائله لحيوانات الصيد في افريقيا فحيوانات الصيد بخلاف الباشيه لا تتاثر بذبابه تسيسي التي تستوطن مساحات واسعه من افريقيا الوسطى والجنوبيه ومهما بلغ من غرابة ذلك فإن بعض العلماء يلمحون بأن ذبابة تسيتسي قد تكون نعمة مقنعة فلو تم القضاء على هذه الذبابة ربما أدى نظام مزارع الماشية إلى فناء حيوانات الصيد التي تمثل إذا جنيت بطريقة مناسبة احتياطيا ضخما من اللحوم للأفريقيين ويذهب الأيكولوجي البارز الدكتور رايموند داسمان إلى الحصول على حيوانات الصيد له القدره في افريقيا في مناطق عديده على انتاج لحوم لكل فدان اكثر مما يمكن الحصول عليه من الحيوانات الاليفه التقليديه على نفس الارض ان امام افريقيا اختيار حاسم بالتاكيد فنظام المزارع التجاريه سيعني معدات مستورده مكلفه واخطارا جسيمه على البيئه وانقراض أنواع كثيرة من الحيوانات وقابلية أكبر للضرر نتيجة الاعتماد على أسواق لحم البقر الأجنبية شديدة التقلب. والبديل الآخر وهو استعادة نظام رعي متوازن وجني حسن التخطيط لحيوانات الصيد يمكن أن يحقق إمكانيات البروتين الطبيعي الواسع لأفريقيا من خلال الاستخدام الأمثل للعشب. قد يبدو الاختيار بديهياً. لكن هل يبلغ إغراء العملة الأجنبية والقروض الأجنبية لمشروعات الماشية والطلب الأجنبي على لحم البقر وسحر لحم البقر بالنسبة لمجموعات النخبة الحضرية الأفريقية حدا يجعل من المستحيل مقاومتها قبل فوات الأوان؟ الأمازون مثل مناطق الحياة البرية في أفريقيا، ظل حوض نهر الأمازون لفترة طويلة يعتبر إحدى حدائق الحيوان الطبيعية القليلة الباقية في العالم ومؤخرا أدرك الجمهور بصورة غامضة أنه هو الآخر أصبح مهددا فحوض الأمازون يجري تدميره فعلا لكن هل السبب هو الازدحام السكاني؟ منذ منتصف الستينات وأضخم مشروع حكومي في البرازيل هو استيطان هذا الإقليم غير العادي وتقتضي الخطط تطهير عشرات الملايين من هذا الإقليم غير العادي وتقتضي الخطط تطهير عشرات الملايين من الأفدين من الغابات الاستوائية وبالفعل فإن فيالق من جرارات جاتر بيلر العملاقة زنت 35 طنا من طراز دال 9 مجهزة بمحاريث زاوية يزن الواحد منها 2500 رطلا تقوم بتمهيد الغابة بمعدل 2700 يارد في الساعة مقتلعه كل شيء على مرمى البصر من جذوره وفي بعض المناطق يتطلب العمل استخدام جرارين دال تسعه بينهما سلسله ثقيله تجر كره صلب مجوفه ضخمه قطرها ثمانيه اقدام وتزن سته الاف رطل وبينما يتقدم الجراران تقتلع السلسله الاشجار مدمره منظومه الجذور الكثيفه المتشابكه وكاشفه التربه الاستوائيه الرقيقه وتلتهم الحطام النيران تشاهد على بعد أميال وهذه الإزالة للغابات حسب قول رئيس أكاديمية العلوم البرازيلية واريك كير يقول وتجري بمعدل أسرع مما عرفته البرازيل وربما العالم في أي وقت مضى فغابة الأمازون سوف تختفي خلال 35 عاما إذا استمر تدميرها بالمعدل الحالي فهل حقيقي أن سكان البرازيل المتزايدون وراء تلك الجرارات؟ فالحقيقة أن البرازيل التي تملك من اثنان إلى ثلاثة فدانًا من الأرض المزروعة فعلًا لكل شخص، وهي نسبة أفضل قليلًا من النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية، ليست بحاجة إلى غزو غاباتها الاستوائية حتى تطعم شعبها، بل إن غابة الأمازون مخصصة للتدمير لسببين مختلفين تمامًا. ان مخططات الاستيطان او الاستعمار كانت تاريخيا بمثابه صمام امان وسيله لتجنب الحاجه الملحه لاعاده توزيع الارض في المقام الاول وفي البرازيل يشغل واحد في المئه فقط من المزارع ما يفوق ثلاث في من مجمل اراضي البلاد الزراعيه وهي كذلك افضل الاراضي وفي تناقص صارخ فإن خمسون بالمئة من المزارع لا تشغل سوى أقل من ثلاثة بالمئة من الأرض وعلاوة على ذلك هناك على الأقل سبع ملايين عائلة ريفية لا تملك أرضا على الإطلاق وذلك في بلد فيه حتى دون أخذ إقليم الأمازون في الاعتبار عشرة أفدنة صالحة للزراعة لكل عائلة واربع من كل خمس عائلات ريفيه تكسب اقل من ثلاث وثلاثين دولارا في الشهر لو وجدت عملا في ضيعه كبيره لكن العائله المكونه من ثلاث افراد تحتاج الى خمس وستين دولارا شهريا على الاقل لشراء الغداء وحده ويترجم كل هذا الى تبديد واسع للحياه الانسانيه فنحو 200 من كل ألف طفل يولدون في شمال شرق البرازيل الزراعي يموتون في العام الأول من عمرهم ولتجنب استفزاز أقوى عائلات البرازيل بتقسيم الضياع الضخمة الموجهة للتصدير عادة أعلنت الحكومة العسكرية حلا عبثيا نقل فقراء الريف إلى حوض الأمازون وهو إقليم استوائي لا يصلح مطلقا للزراعة المكثفة والمستمرة وهكذا لا ياتي الضغط على غابه الامازون من نمو البرازيل السكاني بل من جهد الحكومه لتخفيف الضغوط من اجل اعاده توزيع عادله للارض وبعد عشر سنوات من الطنطنه الفارغه وطنت الحكومة مجرد عشرة آلاف زارع صغير وحتى عندئذ وبرغم النفقات البيروقراطية الهائلة سرعان ما أصبح الكثير من هذه المزارع مهجورا وذلك لأسباب منها أن تربتها الاستوائية لا تستطيع تحمل الزراعة المكثفة وبدلا من أن تقلق الحكومة عملت على زيادة الطين بلة فبعد سنوات قليلة من التشدق بأن الرفاهية لفقراء الريف لا تبعد سوى نحو ألف ميل على طريق لم يكتمل بعد اختارت الحكومه طرازا مختلفا من الرياده فصارت الاقطاعات التي تصل الى حجم مملكه ولا تقل عن 125 الف اكر هي الموضه الجديده اساسا من اجل زراعه التصدير وانتاج لب الخشب اما الرواد فهم بعض اغنى عائلات البرازيل الذين هم فعلا بين اكبر ملاك البلاد وعدد من الشركات البرازيليه وبقدر مناسب قله من نجوم التلفزيون كذلك اسرعت عديد من اكبر الشركات المتعدده الجنسيه في العالم باكتشاف ما يمكن ان تقدمه لهم البرازيل وتتضمن هذه الشركات اندرسون كلايتون وغودير وفولكس فاجن ونيسلي وليكي غاز وبوردون وميتسوبيتشي ويونيفيرس تانك تشيب وهي عملاق متواضع مسجل في ليبيريا لاسباب ضريبيه. لكنه في الحقيقه ملك الملياردير الامريكي المحجوز لودويج ومنازل هؤلاء الرواد تبلغ مساحتها 3.7 مليون فدان اي نصف مساحه هولندا لم يحدث ابدا ان اعطت حكومه كل هذا القدر لمثل هذه القله بمثل هذا الثمن البخس اذ قدمت قائمه تبدو بلا نهايه من التسهيلات الماليه ويسمح أحد هذه الحوافز للشركات بأن تستثمر في الأمازون نصف الضرائب التي تدين بها عن مكاسبها في البرازيل. وتقدم حوافز خاصة إضافية لعمليات تصدير لحم البقر. والهدف هو جعل البرازيل موردا رئيسيا للحم البقر لأوروبا والولايات المتحدة. فميناء بيليم عند مصب الامازون يكاد يبعد عن ميامي بعده عن اكثر مدن البرازيل ازدحاما بالسكان وهو اقرب الى اوروبا بحرا بخمسه ايام عن سلخانات الارجنتين وفي عام 1975 التقط جهاز الاستشعار الحراري في قمر استطلاع امريكي سخونة مفاجئة وحادة للأرض في حوض الأمازون ترتبط عادة بانفجار بركاني وشيك وأرسلت بعثة إنذار خاصة فماذا وجدت؟ وجدت شركة ألمانية متعددة الجنسية تحرق مليون فدان من الغابة الاستوائية لإقامة مزرعة تربية ماشية. وعلى خلاف قطع وحرق بضعة أفدنة هنا وهناك من جانب قبائل كايابو فإن حرق الشركة لمليون فدان يعني موت أغلب الحيوانات البرية المحلية وتعمل شركات عديدة مثل لودويج وجورجيا باسيفيك وبرويزنيل بنشاط على تجريد الغابة التي تضم أكثر من سدس أخشاب العالم الباقية من مواردها الخشبية الثمينة إنهم في الحقيقة يلغمون الغابات والخطة هي تطهير الأشجار غير المطلوبة بالمزيد من جرارات الجاتر بيلر دال تسعة تساندها المناشير القوية والنيران الملتهبة وتتطلب الخطوة التالية زرع غابات متجانسة من مئات الآلاف من أشجار الجاملينا المقتلعة من غرب أفريقيا ومن يدري المخاطر البيئية التي سيسببها ذلك وتراهن الشركات على ان قشره التربه ستتحمل حتى تصبح هذه الاشجار سريعه النمو صالحه لتحويلها الى لب للورق للتصدير كل هذا بحوافز حكوميه وارباح بالملايين بالطبع واذا كنت تتساءل هل سيتيح كل هذا التدمير على الاقل فرص عمل فالاجابه هي انه لن يفعل فكما هو الحال بالنسبة لمعظم الشركات الطائلة النقود، تذهب النقود المستثمرة أساساً للآلات وليس للبشر. ففوق أرضها البالغة 3.7 مليون فدان، تتوقع شركة لودويج أن تستخدم في عمليات الماشية ولب الورق والأرز الموجهة للتصدير 1200 عامل دائم وحفنة نسبية من الأجراء الموسميين. ويبرر البعض كل مخطط الامازون بانه ضروري نتيجه مشكله سكان البرازيل او العالم وفي الحقيقه فان هذا المخطط هو خدعه علاقات عامه من جانب الحكومه البرازيليه على حساب المعدمين وتدمير لموارد البلاد الطبيعيه لتقديم ربح وفير للاغنياء كذلك فإنه في رأي عديد من علماء البيئة كارثة أيكولوجية تتشكل ليس فقط بالنسبة للبرازيل بل بالنسبة للعالم أجمع. ويحذر كثير من الأيكولوجيين من أن هذا العبث الواسع النطاق بتركيب التربة وبالصرف وبمعدلات بخر المياه قد يطلق العنان لسلسلة من التفاعلات يمكن أن تغير المناخ على نطاق العالم كله. الخلاصه ليس النمو السكاني اذن هو ما يهدد بتدمير البيئه سواء هنا او في الخارج بل ان ما يفعل ذلك هو النظام الذي يشجع استخدام موارد انتاج الغداء طبقا لمعايير ضيقه في البحث عن الربح ويستفيد من هذا النظام محتكرو الارض الذين يزرعون محاصيل غير غذائيه وترفيهيه والانماط الاستعماريه لفرض الضرائب والمحاصيل النقديه التي تجبر الاغلبيه الريفيه على سوء استخدام الاراضي الهامشيه. بالطبع هناك مناطق تؤدي فيها الكثافه السكانيه الى مضاعفه التدهور البيئي. لكن كما ذكرنا في مناقشتنا لسبب الجوع فان اشد الامور حسما هو تمييز عوامل التدهور عن السبب الجذري. فحيث يكون دمار البيئة أقصى، سنجد أن تخفيض السكان حتى إلى النصف لن يحل المشكلة، وتظل التغييرات الأساسية في السيطرة على الثروة هي الطريق الوحيد لاستخدام سليم ايكولوجيًا للأرض. بينما نستحق التقدير لتصميمنا وخبرتنا الملحوظة المكتسبة في التصنيع في 42 مصنعا في 12 دولة فإن نجاح ماسي فيرغوسون في البرازيل لم يكن من الممكن تحقيقه بالتأكيد بدون السياسات المستنيرة للحكومة منذ عام 1964 نحو الاستقرار والتنمية ماسي فيرغوسون في البرازيل خطاب ألقاه ألبرت تورينبرو رئيس الشركة عام 1975 يمكنك الآن شراء الأرض هناك بنفس ثمن زجاجتين من البيرة للفدان وبعد أن يصبح لديك نصف مليون فدان وعشرون ألف رأس من الماشية يمكنك مغادرة هذا المكان القذر والرحيل للعيش في باريس أو هاواي أو سويسرا أو حيثما أردت مزارع أمريكي يملك أرضا في الماتو جروسو كما اقتبس من كلامه روبن هانبوري تينسيون في كتابه مسألة بقاء لهنود البرازيل لندن 1973 لا يريد المستر لودويج تضييع الوقت في الأبحاث إنه يريد أن يبدأ وبالطبع نرتكب أخطاء لكننا كذلك ننجز العمل بطريقة أسرع مدير أمريكي لعمليات لودويج البرازيلية اقتبسته التايمز في 15 نوفمبر 1976 الفصل الخامس رعب الأسعار مع اقتراب السبعينات من كان يمكن أن يتصور أن أزمة الغداء كانت وشيكة كان عام 1969 يسمى عام تخمة القمح العظيمة وفي سبتمبر 1969 ظهر مقال في نيشنز بيزنس بعنوان أكثر مما يجب من شيء حسن يصور مزارعا يقف فوق جرار وسط حقل من الوفرة ويلوح بعلم الاستسلام الأبيض واختتم المقال بالقول هناك الكثيرون جدا من المزارعين يعملون في مزارع كثيرة جدا بطاقة فائقة الضخامة على الإنتاج إنما نعرفه باسم أزمة ارتفاع أسعار الغذاء التي بدأت في 1972 و 1973، كان بدرجة كبيرة هو النتيجة المباشرة والمقصودة لسياسات القوة الغذائية للولايات المتحدة، التي اكتشفت الندرة كطريقة لزيادة كل من حجم وثمن الصادرات الزراعية. وكما سنبين في الباب السابع، كانت القوة الغذائية استراتيجية تستهدف خلق الطلب ورفع الأسعار. وذلك لزيادة حصيلة الولايات المتحدة من النقد الخارجي. كان المسرح قد أُعد بالفعل من خلال الاقتطاعات في المساحات المزروعة في أواخر الستينات وأوائل السبعينات لمواجهة الفائض المتزايد من القمح. وكان رقم المساحة المخصصة لزراعة القمح لعام 1970 لا يتجاوز 75% من الرقم لعام 1967 أي أن المساحة المزروعة عام 1970 كانت أقل مما كانت عليه في الفترة 1948 و 1952، وخلال عامي 1969 و 1970، بلغت كمية القمح الذي كان يمكن زراعته، لكنه لم يزرع في الأراضي المعطلة عن الإنتاج أكثر من 70 مليون طن متري، أي نحو ضعف كل القمح المستورد سنويا في اوائل السبعينات من جانب الدول الناميه ومقابل هذا الانخفاض بدا مسؤولو الولايات المتحده في المناوره فعن طريق تخفيض قيمه الدولار مما يجعل قمحنا ارخص في الخارج وابطال قانون يقتضي ان تحمل سفن امريكيه نصف قمحنا المتجه الى اوروبا الشرقيه والاتحاد السوفيتي وتقديم تمويل للاتحاد السوفيتي لمشترياته من القمح القت الولايات المتحده الطعم الغذائي وبدات بلدان اخرى في ابتلاعه كانت صفقه القمح السوفيتيه السيئه الصيد هي اول الصيد وذهب 19 مليون طن من القمح ليس إلى إطعام الجائعين بل إلى إطعام الماشية السوفيتية. وتعاونت الطبيعة أيضًا بإعصار موسمي متأخر في الهند، وجفاف في غرب أفريقيا والصين وأستراليا والأرجنتين، وبانخفاض حاد في محصول صيد سمك الأنشوجة المستخدم لإطعام الماشية. لكن استراتيجية الولايات المتحدة لم يكن بإمكانهم الاعتماد على الطقس لخلق الندرة. ورغم أنهم كانوا ولا بد واعين بهذه الظروف المناخية المعاكسة في أجزاء عديدة من العالم فإن الرئيس نيكسون ووزير الزراعة إيرل بودز وضعا خمسة ملايين فدان أخرى خارج الإنتاج في سبتمبر 1972 وكان هذا الإجراء بمثابة أضخم اقتطاع للأراضي الزراعية خلال سنوات عديدة يساوي في حجمه كل الأرض الزراعية في المملكة المتحدة وفي أوائل 1973، عندما بدأت مبيعات التصدير في الهدوء، خفضت الولايات المتحدة قيمة الدولار مرة ثانية، جاعلة القمح الأمريكي فجأة أرخص لليابانيين بنسبة 15%. وهرع اليابانيون لابتلاع الطعم، وبدأت دورة جديدة من الندرة نتيجة قرارات حفنة من صانعي السياسة الحكومية. والنتيجه ان احتياطات العالم من القمح التي كانت تكفي لخمسة 95 يوما عام 1961 قد انخفضت حينئذ الى اقل من 30 يوما واسهم الاستنزاف المخطط والسريع لاحتياطيات القمح اكثر من اي عامل اخر منفرد في الزياده غير المسبوقه والتقلب في اسعار الغذاء ورغم ذلك لم تكن الندره هي المشكله ففي عام الندرة المزعوم 1972-1973 أنتج العالم من القمح للفرد حوالي 632 رطل أكثر مما أنتج في عام 1960 الذي لا يعد عام أزمة. أسعار لولبية يتضمن نظام السوق دورات سلعية كامنة تتبع فيها سنوات التخمه سنوات النقص والنتيجه اسعار لولبيه والاسمده الكيميائيه مثال واحد فقد اقيمت مصانع جديده في الستينات وانخفضت الارباح حين تجاوز العرض قدره المشترين لان معظم مزارعي العالم افقر من ان يستطيعوا شراء الاسمده الكيميائيه عندئذ خفضت الشركات الانتاج املا في زياده الارباح وحين ارتفع سعر السماد العالمي، قفزت استثمارات صناعة الأسمدة من 1% عام 1971 إلى 39.6% في عام 1974. وخلال أقل من عام، بلغ ارتفاع الأسعار حدًا تقلصت معه المبيعات مرة أخرى. وفي يونيو عام 1975، كانت البيزنس ويك تتحدث عن تخمة الأسمدة. هذه الفترات المتعاقبة من التخمة والنقص تحدث لأن لدينا نظامًا لإنتاج الغداء تُتخذ فيه قرارات الاستثمار بصورة أساسية بناءً على معطيات الربحية الراهنة فقط. إذا كانت الأسعار جيدة الآن فإن المزارعين ومنتجي الماشية سيزرعون أو يربون الماشية للاستفادة من الأسعار، لكن لما كان كل المنتجين الآخرين يسيرون على نفس النهج فإنهم حين يحين الوقت لجني المحصول أو دبح الحيوانات وفي حالة الماشية قد يكون ذلك بعد اثنين أو ثلاثين شهرا من اتخاذ قرار التربية قد يواجهون فائضا يسبب انخفاض الأسعار وفي ظل الأسعار المنخفضة سيعارض المزارعون في الزراعة أو تربية الحيوانات بكثافة، وبالتالي سيحدث نقص تالٍ يسبب ارتفاع الأسعار، وهكذا تبدأ الدورة من جديد. وحين يزرع كل المزارعين في نفس الوقت استجابة للأسعار المرتفعة، يمكن أن تكون النتيجة ليس مجرد انخفاض الأسعار في وقت الحصاد، بل كذلك تبديد كمية هائلة من الغذاء، فسوف يقرر المزارعون أن ترك محصولهم يتعفن في الحقول أقل تكلفة من جمعه وتحقيق خسارة. وطبقًا لوزارة زراعة الولايات المتحدة، فإن كمية الفاكهة التي لم تُجمع أو أهملت لأسباب اقتصادية فاقت مليار رطل خلال الفترة من 1959 إلى 1973. يقال لنا أن دورات الأسعار تمثل آلية التوازن الصحي في قلب نظام السوق والخدعة هي أنه في إطار نظام لإنتاج وتسويق الغداء تسيطر عليه شركات معدودة، ترتفع الأسعار بالنسبة للمستهلك استجابة لدورات السلع الأساسية، لكنها عادة لا تعود أبدا للهبوط إلى حيث كانت عند بداية الدورة، وهكذا تصبح دورات أسعار السلع ستار دخان سهلا يخفي زيادة هوامش الربح. فائض مزمن المطلوب منا هو ان نصدق ان عصر الندره يوشك ان يحل بنا لكن ما دام الغذاء يشترى ويباع مثل أي سلعه اخرى وما دامت نسبه كبيره من البشر افقر من ان تشتري ما تحتاجه من غذاء فسوف تظل المشكله الرئيسيه امام الاقتصاديين الزراعيين هي تهديد الفائض وليس الندره ان النظريه القائله باننا الان ندخل عصر الندره المحتومه لان اعدادنا قد تخطت حدا مفترضا هي نظريه لا يمكن اثباتها ففي عالم تستنزف فيه الاحتياطات الغذائيه عمدا لكي تحقق صادرات الولايات المتحده من القمح اكبر قدر من العمله الاجنبيه ويكون فيه الصداع الرئيسي لمئات من مسؤولي السوق المشتركه هو كيفية انقاص جبال ما يسمى بالفائض، تكون فكرة الندرة اسوأ من مجرد تشويه لانها تلقي ذنب الندرة على عاتق جماهير غير محددة من البشر وعلى الحدود الطبيعية التي لا تتعداها الارض. الفصل السادس الغذاء مقابل ترويج السموم قرأنا جميعا وشاهدنا في التلفزيون تقارير مخيفة عن مخاطر صناعة واستخدام المبيدات لزيادة إنتاج الغذاء، لكن ألا يجب علينا أن نتعايش مع هذه الأخطار ما دام استخدام المبيدات هو أحد الأسباب الهامة لاستطاعتنا إنتاج كل هذا الغذاء؟ ربما سمحت فوائد الغداء الغربية باقتطاع جزء ضئيل من المبيدات مثل الحظر على استخدام دال دال تاء لكن ماذا يمكنك القول عن الدول المتخلفة حيث يسهم كل بوشل في البقاء ألا يحتاجون إلى استخدام كميات ضخمة من المبيدات؟ ألا يجب أن يكون لغداء الجائعين الأولوية على كل شيء آخر؟ هل تساعد المبيدات الجوع على إنتاج الغذاء؟ وجهنا السؤال إلى رئيس قسم حماية النبات بمنظمة الأغذية والزراعة، وهو يقدر أن 800 مليون رطل من المبيدات تستخدم سنويًا في البلدان المتخلفة، إلا أن الأغلبية الساحقة تستخدم في محاصيل التصدير، القطن أساسًا، وبدرجة أقل الفواكه والخضراوات التي تزرع في مزارع للتصدير. أكثر من هذا، فإن من السهل أن تجد دولة نامية ألا مناص لها من إنتاج المزيد من محاصيل التصدير، وذلك لأسباب منها أن تكسب عملة أجنبية لدفع ثمن المزيد من الأدوات المستوردة مثل المبيدات. إذ تؤدي المبيدات إلى بيئة زراعية تتطلب المزيد من المبيدات، وتزيد العوائد المالية المتناقصة للفدان والتي تنتج عن ذلك عادة من الضغط لتخصيص كمية متزايدة من الأرض لمحاصيل التصدير وتتجاوز العملية برمتها حاجة الناس المحليين للغداء كذلك يجب ألا نتجاهل التكاليف المالية التي يتحملها المزارع الفرد فالمبيدات اقتصاديا تمثل عادة عاملا إضافيا لانتزاع الأرض من أيدي الزراع الصغار الذين يزرعون لإطعام أنفسهم ويتركز استخدام المبيدات في البلدان المتخلفه في معاقل قليله موجهه للتصدير تعد عمليا مجرد امتدادات للنظم الزراعيه في البلدان الصناعيه وفي هذه المعاقل تبلغ كثافه استخدام المبيدات في العاده حدا يتيح الفرصه لعلماء البيئه لدراسه تاثيرات الزراعه الكيميائيه المتطرفه وقد جاءت إحدى هذه الفرص مع بدء استخدام المبيدات في حقول القطن بوادي الكانيتي ببيرو وبعد الحرب العالمية الثانية، إذ بحلول عام 1956 اجتاحت الآفات الحقول لدرجة أنه وجب وقف الزراعة. وقد لاحظ الدكتور بوزا باردوتش مدير محطة الزراعة التجريبية بالإقليم أنه في عام 1956 استنتجنا أنه يكاد يكون من المستحيل عمليا أن نحقق سيطرة ناجحة على آفات القطن بالوسائل الكيميائية، بما في ذلك أكثر المبيدات المعروفة كفاءة، وواصل تعليقه قائلا: إن تلك الخسائر الفادحة مثل ما حدث في وادي الكانيتي تثبت بطلان الاعتقاد العالمي في الكفاءة النظرية للمنتجات الكيميائية وهو الوهم الذي خلقته الصناعة الكيميائية. وقد لقيت المبيدات الحشرية التي بدأ استخدامها في حقول القطن المصرية في منتصف الخمسينات الترحيب باعتبارها انتصارًا ضخمًا على الطبيعة، ولكن بحلول عام 1961 بدأت المحاصيل تنخفض بنسبة 35% سنويًا. وتسبب نمط مماثل في شمال شرقي المكسيك في شبه توقف في انتاج القطن، وفي ماليزيا وغيرها من الاماكن دمرت هجمات الافات محاصيل الكاكاو وزيت النخيل والمطاط وغيرها من محاصيل التصدير، والمفارقه هي ان هذه الهجمات اطلق عنانها استخدام المبيدات. وفي نيكاراغوا زيدت المساحة المزروعة قطنا عشرة أضعاف في الفترة ما بين 1950 و 1964 وفي نهاية الخمسينات وعملا بنصيحة فني وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية نظم كبار الزراع استخدام المبيدات الحشرية بكمية تبلغ في المتوسط للموسم ثمانية أضعاف كمية السماد المستخدم وزادت المحاصيل لكن في عام 1966، وجد الزراع أن من الضروري استخدام المبيدات الحشرية 30 مرة في الموسم. وحتى عندئذ بدأت المحاصيل في الانخفاض من 821 رطلاً للفدان عام 1965 إلى 621 رطلاً عام 1968. وعلى طول السهل الساحلي الباسيفيكي الخصب في أمريكا الوسطى، كان على ضياع القطن الضخمه عند اواخر الستينات ان تنظم مرات عديده من 45 الى 50 مره في الموسم من الرش الجوي باستخدام كوكتيل من المبيدات بينها د دال تاء لدرجه ان انتاج القطن لم يعد مربحا وفي عام 1968 كان لنيكاراغوا الميزة المريبة في إحراز الرقم القياسي العالمي لعدد مرات استخدام المبيدات الحشرية في محصول واحد. وبرغم أو بسبب جرعات المبيدات الضخمة، فإن المحاصيل الغذائية مثل الذرة والبقول التي لا ترش بل تقع قرب حقول القطن، دمرت بشدة لأول مرة بالحشرات، ولم يمكن حصد سوى القليل جدا من الطعام. وفي المناطق التي جرى بها استخدام المبيدات بكثافه اكتسب البعوض مقاومه وقد عادت الملاريا للانتشار في امريكا الوسطى وجنوب اسيا بعد ان كان المعتقد ان الدال دلتا قد محاها وفي منطقه دانلي بهندوراس والتي تعدادها 32 الف نسمه وبعد ثلاث سنوات فقط من بدء انتاج القطن ورش المبيدات على نطاق واسع اصبح اكثر من ربع السكان مرضى بالملاريا وحدثت موجات انتشار مماثل للمرض قرب مزارع القطن التي تستخدم المبيدات الحشريه في مجمل انحاء امريكا الوسطى فماذا يحدث ولماذا يبدو ان كل شيء قد صار على النحو الخطا في بلد بعد الاخر يجري تطور منتظم للاحداث ففي السنوات القليلة الأولى تتم السيطرة على الحشرات بتكلفة معقولة، وتصبح المحاصيل أوفر من أي وقت مضى. ويحسب الزراع الذين يرون الحشرات تتساقط بالفعل من النباتات بأن المبيدات تمنحهم السيطرة على قوى كانت دائماً خارج سيطرتهم. إلا أن أنواع الآفات تطور تدريجياً فصائل مقاومة من خلال اختيار على أساس البقاء للأصلح. فليس صحيحا ان الحشره الوحيده الجيده هي الحشره الميته فبعض الحشرات طفيليات او حشرات تتغذى على الحشرات وتحيا خارج نطاق انواع الحشرات التي تضر بالنباتات وبعضها لا يتغذى سوى على اجزاء معينه من نبات المحصول وتبين الدراسات ان الاغلبيه الصاحقه من انواع الحشرات لا تحدث ابدا ضررا كافيا يبرر تكلفه المعالجه بالمبيدات الحشريه وتظل اعداد الحشرات ادنى من مستويات الضرر الاقتصادي بفعل الطفيليات والحشرات اكله الحشرات لكن حين يقتل مبيد الحشري بعض هذه الطفيليات والحشرات اكله الحشرات فان العديد من الحشرات العاديه العديمه الاهميه يكون بامكانها ان تتكاثر بطريقه اسرع ولان الافات اكله النبات توجد عموما بأعداد أكبر من الحشرات التي تتغذى عليها، فإن لديها إحصائيا احتمال أكبر من الحشرات التي تتغذى عليها بأن تضم أفرادا قليلين ذوي مقاومة وراثية بالنسبة للمبيدات الحشرية. وبينما تتكاثر الآفات القليلة تدريجيا، فإن كل استخدام للمبيد الحشري سيقتل حشرات أكثر من الآكلة للحشرات. وآفات أقل مضاعفا الدمار للمحصول بهذا الفهم لا يجب أن يدهشنا أن 24 من الآفات الخمس والعشرين الخطيرة في زراعة كاليفورنيا تلك المسؤولة عن خسائر قيمتها مليون دولار أو أكثر عام 1970 هي إما آفات ضاعف من تأثيرها المبيد الحشري أو آفات أطلقها المبيد الحشري فعلاً ومنذ ما لا يزيد عن خمسة عاما كانت عثة العنكبوت آفة ثانوية لكن الاستخدام المتكرر لمبيدات حشرية موجهة فرضا لآفات أخرى قد قلل من الأعداء الطبيعيين ومنافسي العثة واليوم فإن العثة هي الآفة الأخطر تهديدا للزراعة على نطاق العالم وبحلول عام 1971 كانت 15 آفة رئيسية قد اكتسبت بالفعل مقاومة ضد المبيدات الحشرية المستخدمة، وتراوح الزمن اللازم للتغلب على الحساسية لمبيد حشري من أربعة إلى 14 سنة، وسخرية الطبيعة هي أنه كلما زادت فعالية مبيد حشري في قتل الأفراد الحساسة في تعداد آفة، زادت سرعة تطور الأفراد المقاومة. وهذه هي حالة عديد من أنواع الآفات بما في ذلك سوسة ماء الأرز وثاقبة الكرنب وثاقبة فول الصويا وخنفساء الخيار والعثة العنكبوتية ذات النقطتين والذبابة البيضاء المطوقة الجناح التي لم يطور لها مبيد حشري جيد يكسب لنا راحة أعوام قليلة ويشير الأيكولوجي الدكتور تاغي فارفار الى احتمال مفزع هو ان تؤدي استراتيجيه السيطره على الافات الحاليه في امريكا الوسطى الى نشوء اعداد من الافات المقاومه على نطاق نصف الكره الغربي تصدير الخطر يذهب نصف المبيدات التي تصدر الان من الولايات المتحده الى العالم الثالث وسوف يتزايد الضغط لتوسيع سوق المبيدات في البلدان المتخلفه دون شك ما لم يبدا تقديم استراتيجيات بديله للسيطره على الافات وهو موضوع سنناقشه فيما بعد في تخفيض سوق المبيدات المحلي فعلا. والفكره الضمنيه التي تنطوي عليها هذه المساله هي ان صادرات المبيدات هذه قد تكون نعمه للجياع الذين يحتاجون الغذاء لكن كما أوضحنا فإن معظم المبيدات المستخدمة في العالم الثالث لا تستخدم في محاصيل الغذاء الأساسية، وبنفس الدرجة من الأهمية فإن الجياع عادة العمال المعدمين الذين يعملون في ضياع التصدير هم المعرضون للخطر على وجه الدقة بسبب التعرض الكثيف للمبيدات التي اعتبر الكثير منها من الخطورة بحيث لا يستخدم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وطبقًا لبيانات وكالة حماية البيئة، فإن 19 من المبيدات التي تنتجها الولايات المتحدة والتي تصدر الآن إما لم تصرح بها سلطات الولايات المتحدة الأمريكية مطلقًا، أو حُدد استعمالها أو حُذرت في الولايات المتحدة. وحتى بعد أن ارتبط المبيد الحشري فوسفيل بحالات تسمم قاتلة للجاموس والبشر في مصر، استمرت شركة فليسكول الكيميائية بتكساس في تصنيعه للتصدير وقد صمم الفوسفيل ليهاجم الجهاز العصبي المركزي للحشرات ويبدو بإمكانه أن يصنع نفس الشيء للبشر وقد قرر رايمون ديفيد المشرف السابق بمصنع شركة فليسكول كار أن العمال في قسم الفوسفيل كان يطلق عليهم زومبي الفوسفيل بسبب اضطراباتهم العصبية الواضحة ويذهب ديفيد إلى أن الشركة كانت تعرف أن الناس يمرضون لكن الإدارة حاولت تجاهل المشكلة ويتذكر ديفيد يقول قالوا لي أن كل أولئك الفتية يدخنون الماريخوانا قالوا أن الفتية يتعاطون الأسيد وفي عام 1975 استقال ديفيد شاعرا بأنه لم يعد يستطيع تحمل المسؤولية عن المخاطر التي يواجهها مرؤوسيه وقد رفع مستخدمون سابقون في فليسكول قضية ضد الشركة بسبب الضرر الواقع على صمتهم بما في ذلك شلل العضلات واضطرابات الجهاز العصبي والرؤية الغامضة ونوبات العجز في النطق والذاكرة ونتيجة لذلك أوقف إنتاج الفوسفيل لكن المبيعات تستمر في العالم الثالث وحديثا وجد ان بعض الخضراوات المستورده من المكسيك ملوثه وفي ظل مستويات اميه عاليه وخدمات محليه هزيله ودعايه مكثفه للشركات عن منافع المواد الكيميائيه لا يمكن توقع ان يقدر الفلاحون في العالم الثالث مخاطر مسحوق ابيض بريء وقد قرر فريق بحث في باكستان عام 1974 أن أحد الزبائن أمام الحاجة إلى وعاء مناسب قد فك عمامته وصب حبات المبيد فيها وأعاد وضعها على رأسه لينقلها. والأشد خطورة هو أن الناس في البلدان المتخلفة تماما مثل العمال الزراعيين الذين يتعاملون مع المبيدات هنا لا يؤخذ رأيهم في ظروف تعرضهم للمبيدات. ففي مزارع الموز التي تسيطر عليها شركه ديل مونتي في الفلبين راينا العمال يتعرضون للمبيدات بثلاث طرق فمرتين كل شهر تفرش الطائرات كل شيء تحتها بالكيماويات القاتله ولا تتم حمايه لا مصادر المياه ولا البشر وثانيا يحمل العمال خزانات المبيدات فوق ظهورهم الى الحقول ويرشون النباتات مباشره وثالثا في مبنى التعبئه تقوم العاملات برش كل حزمة من الموز قبل تعبئته في صناديق للتصدير. ولا تزود أي عاملة بثياب حماية أو أقنعة، وقد أردنا إحداهن بقعة كبيرة في ساقها ظهرت كما ذكرت حين تصادف أن رشتها زميلة لها. وفي أمريكا الوسطى، كما يقرر الدكتور فارفار، فإن الآلاف من هنود المرتفعات الذين يهاجرون سنويا إلى الضياع على شاطئ الباسيفيكي لجني محصول القطن يتسممون بالمبيدات وتسجل كل عام مئات الوفيات المبلغ عنها وفي 1967 و 1968 وقعت في نيكاراغوا أكثر من 500 حالة مسجلة لتسمم بشري نتيجة المبيدات بينها ثمانون حالة وفاة وفي عام 1974 أبلغت سفارة الولايات المتحدة في المكسيك عن حدوث 689 حالة تسمم وسبع وفيات بين العمال الزراعيين بسبب مبيدات من صنع شركتي شيل ودوبونت 13 ووجدت اللجنة الخاصة بالمبيدات التابعة للأكاديمية القومية للعلوم أن إصابات مهنية حادة ربما جرى التقليل من شأنها بصورة خطيرة. وفي آسيا تدمر المبيدات مصدرا هاما للبروتين للسكان الريفيين هو السمك، فقد كان الفلاحون تقليديا يربون السمك في أحواض الأرز المغمورة بالمياه كمحصول نقدي. وكذلك كمصدر ممتاز قليل التكلفة للبروتين للجوء إليه في أوقات انخفاض أسعار الأرز. لكن الاستخدام الواسع للمبيدات اليوم يقلل بشدة إنتاج السمك في مزارع الأرز في الفلبين وماليزيا وإندونيسيا. وفي إندونيسيا في عام 1969-1970 بدأت شركات ألمانية ويابانية متعددة الجنسية في رش مليوني فدان من شتلات الأرز بنفس المركب الكيميائي الذي يفترض أنه قتل ملايين الأسماك في نهر الراين قبلها بسنوات قليلة. ونقلت التقارير أن الجاموس وهو مصدر هام للعمل والغذاء لسكان إندونيسيا الفلاحين قد مات. الخسائر البشريه في الولايات المتحده ان لوائح الامان للمبيدات في الولايات المتحده اشد لينا بكثير من مثيلاتها في معظم البلدان الصناعيه الاخرى ويرجع ذلك بدرجه كبيره الى ضغوط الشركات الكيميائيه القويه النفوذ وطبقا لدراسه شامله للمعايير الدوليه فان الولايات المتحده اذا طبقت معايير اليابان التي تضبط مستويات التسمية سيكون علينا أن نستغني عن نحو نصف مبيدات الفوسفات العضوي البديل الشائع لمادة الدال دالتاء. وفي عام 1974 قدرت وكالة حماية البيئة أن ما يبلغ نحو 14 ألفا من الأمريكيين يتسممون بصورة غير قاتلة بالمبيدات في سنة معينة. منهم ستة آلاف يتسممون بصورة خطرة تستدعي إدخالهم إلى المستشفى ويقدر باحثون آخرون أن مئتين شخص يموتون سنويا وفي عام 1977 وجد أن 14 من 27 رجلا يتعاملون مع منجر التربة DBCB بي, بي عقيمون أو لديهم نسبة منخفضة من الحيوانات المنوية وبالاضافه الى التسبب في العقم فان هذا المبيد الواسع الاستخدام في محاصيل مثل الجزر والفول السوداني والطماطم ظهر انه يسبب سرطان المعده والثدي في الفئران وقرر مسؤولو الصحه في اركنساس ان العمال يتطور لديهم هذا السرطان بعد سنتين من التعرض للمبيد ورغم ان معظم هذه الاثار السيئه يعانيها الزراع والعمال الزراعيون فان كلا منا يتعرض لها من خلال ما تاكله كذلك لا يمكننا تجنب السموم التي تحقن في البيئه في الخارج فالنظام الايكولوجي لكوكبنا لا يسمح بحجر صحي ملائم للبلدان المتخلفه ورغم الحظر في اغلب الدول الصناعيه فان كميه الدال تاء التي تنشر في البيئه سنويا تزيد عما كانت عليه منذ عشر سنوات وأحد الأسباب أن مجموعات ضغط الشركات الكيميائية قد نجحت في إقناع كونغرس الولايات المتحدة بإعفاء الصادرات من أي حظر أو تقييد على الاستخدام المحلي للدال دالتاء وغيره من المبيدات. والدال دالتاء، مثل كل المبيدات، لا يبقى حيث وُضع، فحالما يستخدم على المحاصيل، يشق طريقه إلى البحيرات والقنوات والأنهار والمحيطات. وقد انتهى المطاف باكثر من ربع كل ما انتج من دال دلتا في محيطاتنا ويكاد السمك يكون ملوثا كله على نطاق عالمي وقد ظهر الدال دلتا المستخدم على القطن في نيكاراغوا في لحم البقر المستورد عن طريق ميامي والمبيدات تدخل بسهوله في السلسله الغذائيه لتجد مستقرها في النسيج البشري وكان نحو 50% من عينات الغداء المختبرة في دراسة أجريت عام 1973 يحتوي على رواسب مبيدات ملحوظة وبالفعل يحمل كل شخص أمريكي بالغ في دهونه أو دهونها بصورة دائمة ما لا يقل عن 003 أوقية أو 085 جرام من المبيدات ورغم أن هذا المستوى من رواسب المبيدات لا يشكل الآن خطرًا يمكن قياسه على الصحة، فإننا لا نعرف سوى القليل عن تأثيرات جرعات ورواسب المبيدات الطويلة الأمد. تجارة السموم رغم الدورة التي تبطل ذاتها والتي تطلقها الجرعات الكثيفة من المبيدات والمخاطر التي تهدد الحياة، والتي أثبتتها البحوث، فإن مبيعات المبيدات ما زالت ترتفع. والسبب البسيط هو أن شركات المبيدات ستنال علامات منخفضة من محللي البورصة ما لم تزد من أرباحها وتتوسع بخطى سريعة في المبيعات التي تخطت عام 1975 مبلغ 2.5 مليار دولار سنوياً. وإن الاعتبارات المتعلقة بأمن البيئة بوضوح ناهيك عن اعتبارات السيطره الفعاله على الافات لا تشير بوضوح الى الحاجه الى تطوير مبيدات تكون محدده الهدف بقدر الامكان والى دراسه مستفيضه لتاثيرات كل مبيد جديد على الحشرات غير المستهدفه والحياه البريه الاخرى والبشر لكن مصالح شركه كيميائيه تدفعنا في الاتجاه المضاد بالضبط ففي سبيل الوصول بهوامش الربح إلى الحد الأقصى وزيادة المبيعات، تسعى أي شركة كيميائية إلى تقليل تكاليف الأبحاث والتسويق إلى الحد الأدنى، وإلى استخلاص مبيدات تقتل أوسع مدى من الآفات. ويزيد من زيادة المبيعات الإعلان عن القضاء على الآفات بنسبة 100%، إلا أن السعي إلى القضاء 100% على الآفات مكلف للغاية وغير ضروري. وغالبا ما يفشل ويمكن ان يكون خطرا ويمكن ان يتسبب في قتل مفرط باهظ التكاليف كذلك لتوصيل الارباح الى الحد الاقصى تنشط شركات الرش المبرمج بدل الرش استجابه للحاجه والرش المبرمج يعني مبيعات اكبر واكثر قابليه للتنبؤ بها فمن الاسهل على مدير شركه كيميائيه ان يقرر كم ينتج ويوزع من المبيد الى مختلف الاطراف اذا كان يمكنه ببساطه ان يضرب عدد الافتنة لدى عملائه في كميه محدده للفدان وبهذه الطريقه لا يكون عليه ان ياخذ في اعتباره توقعات حول درجه السوء التي ستكون عليها افه معينه في سنه معينه السموم من اجل الجمال ان ما نكسبه من المبيدات ليس في كثير من الاحوال محصولا اكبر او نوعيه افضل فنحن ندفع ثمنا باهظا في المبيدات من اجل جمال قشري وفكرتنا عن الشكل الذي يجب ان تبدو عليه برتقاله او تفاحه هي بدرجه كبيره وليده عشرات الملايين من الدولارات المدفوعه في اعلانات بالالوان الطبيعيه تصور الفاكهه الكامله وفي العديد من بلدان امريكا اللاتينيه ليس للاستخدام الحاد التزايد للمبيدات الفطريه الخطره والمكلفه علاقه بجهود زرع المزيد من الغذاء للسكان المحليين بل ترتبط بضمان ان تستوفي الفواكه والخضروات المزروعه لتصدير مقاييس الجمال المتضخمه في الغرب لكن لماذا يواصل الزارع وضع هذه السموم القاتله في البيئه ويخاطرون برفاهيتهم على المدى البعيد. احد الاسباب هو ان الدعايه من قبل جمعيات الزراع العملاقه مثل سينكيست انكوربورايتد قد كيفت جمهور المشترين على ان يتوقعوا ان تكون فاكهتهم الطازجه خاليه من العيوب، ولا ينال الزراع اسعارا متلى الا مقابل تلك الفاكهه. وعلى سبيل المثال في عام 1965 نال زراع كاليفورنيا متوسطًا يبلغ 2.61 دولارًا للصندوق من البرتقال أبو صرة الذي يتخطى مقاييس الجمال، أما البرتقال بصرة الذي كان مماثلًا في الجودة من الداخل لكنه مخصص لصنع العصير بسبب عيب صغير في القشرة، فقد كان ثمنه لا يتعدى 12 سنتًا للصندوق. ويطلب مصنعو الطماطم ثمرة كاملة ظاهريًا حتى حين تكون الطماطم مخصصة للعصر لصنع الصلصة أو العجينة أو البوريه. ونحو ثلثي المبيدات الحشرية المستخدمة في الطماطم المزروعة للتصنيع هو للسيطرة على دودة الفاكهة وهي آفة جمالية أساسًا. وليس هناك حشرة تأكل النبات توجد حاليا في الفواكه أو الخضراوات وتعد خطرة على البشر، إلا أن إدارة الأغذية والعقاقير بالولايات المتحدة FDA قد خفضت بانتظام على طول الأربعين سنة الأخيرة كمية الرواسب الحشرية التي تسمح بها في بعض الحالات من ثلاث إلى خمس مرات. ولتلبية هذه المقاييس جزئيا قفز استخدام المبيدات الحشرية على الخضراوات والفواكه ما بين 100 إلى 300%. في المئة. هكذا استنتج فريق بحث برئاسة ديفيد بيمنتيل من شركة كورنيل أنه بسبب التأكيد المتزايد على المظهر الجمالي من قبل مصنعي الغداء وتجار الجملة وتجار التجزئة. وكذلك بسبب المستويات المتشددة لرواسب الحشرية من جانب إدارة الأغذية والعقاقير فإن ما بين 10 إلى 20% من المبيدات الحشرية المستخدمة في الفواكه والخضروات لا تخدم سوى المظهر الجمالي وهي لا تخدم صحتنا بأي حال وفي الحقيقة يؤكد هذا الفريق الثمن المركب الذي ندفعه في الغداء الخالي من العيوب المزيد من رواسب المبيدات الحشرية في منتجاتنا، والمزيد من تسمم العمال الزراعيين بمبيدات الآفات وتلوث البيئة، والمزيد من استهلاك الطاقة والتكاليف الأعلى للغذاء. المبيدات ضد معالجة الآفات خلال السنوات الخمس الأخيرة، اتخذت إمكانية السيطرة على الآفات بطريقة سليمة شكلًا ما يسمى الآن بالمعالجة المتكاملة للآفات. وكلمة متكاملة توحي بأن السيطرة الكيميائية فقط ليست هي الإجابة، فالكيماويات تتكامل بحكمة في إطار استراتيجية كلية تتضمن استغلال البيئة الطبيعية للسيطرة على الآفات؛ المحاصيل الدورية لحرمان الآفة من النبات الذي تحيا عليه، وتطوير فصائل مقاومة من خلال التلقيح الوراثي. والاستغلال البارع للحشرات اكله الحشرات والطفيليات التي تهاجم الافه وعرقله الدوره التكاثريه للاوبئه ذاتها اما كلمه معالجه فتوحي بان الهدف ليس بالضروره هو القضاء التام على الافه بل مجرد ابقاء اعداد الافه تحت الحدود الضاره ان المعالجه المتكامله للافات هي في عباره اقل تعقيدا هي الطريقه التي كان يجري التعامل بها مع الافات قبل الازدهار المفاجئ للمبيدات خلال الاربعين عاما الماضيه ففي ثمانينات القرن الماضي على سبيل المثال اصبحت الحشره القرمزيه التي جلبت بالصدفه الى الولايات المتحده قبلها بعشرين عاما تهدد بساتين الموالح بكاليفورنيا فماذا كان الحل استيراد الحشرة التي تتغذى على الحشرة القرمزية كذلك وهي خنفسة الفيداليا ولم يمض عام ونصف حتى وضعت هذه الخنفسة الناهمة كل خطر الحشرة القرمزية تحت السيطرة ومضى كل شيء على ما يرام حتى الخمسينات حين انهارت خنفسة الفيداليا تحت تأثير الاستخدام المتزايد للدال دال وعلى مدى اجيال اثبتت دوره المحاصيل فعاليتها في معالجه الافات فدوده جذور الذره مثلا لن تاكل نبات فول الصويا ولهذا فعندما يجري تبادل زراعه فول الصويا مع القطن لا يعود امام دود الجذور ما تحيا عليه لكن بعض مبيدات الاعشاب الشائعه الاستخدام حاليا في الذره في الولايات المتحده تستبعد هذا النوع من دوره المحاصيل إذ تبقى في التربة وتقتل كل ما ليس ذرة من النباتات وهكذا لا بد للزراع الذين يعتمدون على المبيدات من زراعة محصول ذرة إثر آخر وهي ممارسة تميل في ذاتها إلى زيادة الحشرات ومشكلات الأمراض والعشب ومع هذه الدورة الشريرة وليس الحشرات ليس من المستغرب أن تكون الذرة هي السبب في استخدام نحو نصف مبيدات الأعشاب في الزراعة الأمريكية والآن طورت دودة جذور الذرة مقاومة شبه كاملة للمبيدات الكبرى. وفي بعض المناطق تفرض سلطات الولاية دورة المحاصيل للسيطرة على الآفات. فمن أجل السيطرة على الفيروس الذي يسبب اصفرار بنجر السكر، تفرض فترات خالية من البنجر في عدد من مناطق زراعة البنجر بكاليفورنيا. كذلك، وجد أن أنظمة الزراعة المختلطة تقلل مشكلة الآفات بالمقارنة مع الزراعة الأحادية فمساحات القطن الصغيرة في كوستاريكا المتناثرة بين مساحات مزروعة بمحاصيل أخرى تعاني من مشكلات الآفات بدرجة أقل حدة من حقول القطن في غواتيمالا حيث ينمو القطن في كتل متلاصقة تغطي مساحة خمسين ألف فدان وفي البلدان المتخلفة ذات العماله الريفيه الوفيره لا يتطلب عزق الارض وتشذيب الذره الات ويخلق فرصا للعمل المنتج كما ان الشقرفه المهاد وهي مجرد تغطيه التربه حول النباتات يمكن ان تقلل الاعشاب دون استخدام مبيدات الاعشاب وقد اظهرت دراسه في نيجيريا ان الشقرفه قد قللت تاثير الاعشاب لدرجه ان محصول الذره تضاعف والامر الذي يدعو الى التفاؤل هو ان وسائل المعالجه المتكامله للافات تقلل الى الحد الادنى من الحاجه الى الشيء الذي لا تملك منه البلدان المتخلفه والزراع الصغار الا اقل القليل وهو النقود لدفع ثمن المبيدات المستورده وتخلق بالاضافه الى ذلك طلبا على اكثر ما يتوفر وهو قوه العمل وبذلك تربط اناسا اكثر بعمليه الانتاج كذلك يمكن أن تتضمن معالجة الآفات استخدامًا انتقائيًا للمبيدات، فبينما تحاول الشركات الزراعية تنشيط الرش المبرمج الأعمى في البلدان المتخلفة مثل الهند، أدرك بعض الزراع في الولايات المتحدة أنهما يخدعون بالإضافة إلى تدمير البيئة والصحة. ففي جراهام كاونتي بولاية أريزونا، أثبت زراع القطن الذين يعملون مع علماء من جامعة أريزونا أن بإمكانهم توفير الكثير من النقود بإلغاء الرش الأعمى، وبدلاً من ذلك بعثوا كشافة أي مدربين إلى الحقول ليقيسوا مستويات الآفة، وانخفضت تكاليف المبيدات عشر مرات وكذلك ضرر الآفة، وحتى بإضافة الأجور المدفوعة لكشافة الآفة، كانت التكاليف الإجمالية للسيطرة على الآفة أقل ما كانت عليه في المعالجة المبرمجة، وقد مارست الشركات الكيميائية ضغوطًا ضخمة على أعلى مستويات إدارة الجامعة لإجبارها على سحب العلماء من البرنامج، وخفضت تجارب مماثلة على 42 مزرعة قطن و39 مزرعة موالح في كاليفورنيا نفقات المبيدات بأكثر من 60%. ويذهب تقدير متحفظ إلى أن بإمكان مزارعي الولايات المتحدة تخفيض استخدام المبيدات من 35 إلى 50% دون تأثير على إنتاج المحصول بمجرد المعالجة عند الضرورة وليس وفق برمجة. وقد حققت المعالجة المتكاملة للآفات بعض النجاح الملحوظ في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. ففي ولاية واشنطن قللت هذه البرامج للمعالجة المتكاملة للآفات من استخدام المبيدات بنسبة 50% على التفاح، وهو المحصول الذي يستخدم أكبر كمية من المبيدات للفدان في الولايات المتحدة. وفي الصين تنفذ المعالجة المتكاملة للآفات من خلال الاشتراك الواسع النطاق للجماعات الريفية. وتتم السيطرة على الآفات قبل أن تصبح مشكلة خطيرة فتحت إرشاد علماء زراعيين مجربين ينظم الأعضاء الشباب في ألوية الإنتاج أنفسهما في شكل نظام إنذار مبكر من الآفة وفي إقليم شاوتونغ بمقاطعة هونان يجوب عشرة آلاف شاب الحقول ويبلغون عن أي علامة على تغيرات مرضية ويطلق على هذه الفرق الشابة عن حق لقب أطباء الزراعة الحفاة وقد قللت جهودهما الضرر الذي يسببه صدأ القمح وثاقب الأرز إلى أقل من واحد بالمئة ووضعت تحت السيطرة غزوات الجراد المتكررة وقد قلل هذا الأسلوب الذي يعتمد على الاستخدام الكثيف للبشر الحاجة إلى المبيدات بدرجة كبيرة احتكار المعلومات انخفض استخدام المبيدات في الولايات المتحده بعض الشيء خلال السنوات الاربع الاخيره وذلك لاسباب منها استراتيجيات الافات المتكامله وحظر كيماويات خطره معينه لكن استخدام مبيدات الاعشاب الكيميائيه التي تمثل ثلثي اجمالي مبيعات المبيدات في ارتفاع فالتوصل الى استراتيجيات للسيطره على الاعشاب بطرق غير كيميائيه امر اكثر صعوبه لكن حتى حيث اثبتت المعالجه المتكامله للافات انها فعاله واقل خطوره يتردد الزراع في التحول عن الكيماويات لماذا كشفت دراسه حديثه في كاليفورنيا انه في 70% من الحالات تنبع قرارات حل مشكله الحشرات من رجال الشركه الكيميائيه الميدانيين وحتى المصادر المسمات محايده اي محطات الولايه والمحطات الفيدراليه التجريبيه تسيطر عليها اساسا الابحاث المتعلقه بطريقه قتل الحشرات بالكيماويات فحتى الان لا تجري سوى القليل من الابحاث مثلا لابراز الضرر الاقتصادي لافه ما وهو شرط للتمكن من استخدام المبيدات لابقاء الافات تحت ذلك المستوى فقط بدل المضي الى حد القضاء التام على الافه وتكشف دراسة نافذة مؤامرة المبيد لأستاذ علم الحشرات بجامعة كاليفورنيا روبرت فاندين بوش باستخدام الوثائق الضغوط التي تمارس على العلماء لإيقاف الأبحاث التي لا تناسب شركات ترويج المبيدات. وهكذا يظل الزراع والكثير من المسؤولين الحكوميين في كل أرجاء العالم الثالث يسقطون في الفخ الكيميائي جزئيا بسبب افتقارهم للمعلومات. والنصيحة حول البدائل. أما في الولايات المتحدة فإن وزارة الزراعة وكلية الزراعة التي يرتبط العديد من أعضاء مجالس أمنائها بالشركات الزراعية الكيميائية لم تتصدر للقيادة في استكشاف بدائل المعالجة المتكاملة للآفات. وعلى المستوى الدولي يفترض في منظمة الأغذية والزراعة ان تقدم تجميعا للخبراء المستقلين الذين يكتشفون ويعممون معلومات حمايه النبات بما في ذلك الاستخدامات المناسبه للمبيدات الكيميائيه وبدائلها لكن في اغلب الحالات يعمل فنيو منظمه الاغذيه والزراعه في تعاون مباشر مع الشركات الزراعيه التي يتهدد ارباحها بصوره مباشره ايه بدائل غير كيميائيه وينظر عدد متزايد باستمرار من فنيي منظمة الأغذية والزراعة إلى أنفسهم على أنهم سماسرة يربطون بين بلد متخلف وشركة زراعية متعددة الجنسية. وبالفعل تعمل بعض شركات المبيدات بشكل وثيق جدا مع الحكومات بحيث لا يستطيع أغلب الزراع التمييز بينهما. ففي تنزانيا أصبحت شركة هوكست مستشار الحكومة فيما يخص المبيدات الحشرية ومعدات الرش، وتستخدم هوكست مسؤولي المكاتب المحلية الزراعية الحكوميين في الإشراف على الرش وتعطيهم مرتبًا بالإضافة إلى مرتبهم من الحكومة ويفوقه في القيمة. ولدى هوكست سلطة فصل مسؤول حكومي محلي لا يشرف بصورة مناسبة. وانا لنامل ان يكون القارئ قد ادرك الان بوضوح زيف التهديد القائل بان تسميم بيئتنا ضروري لاطعام الجياع فمن الواضح ان المبيدات لا تستخدم من قبل الجياع او من اجلهم وان نقص المبيدات كما سيتضح تماما من هذا الكتاب ليس هو ما يبقيهم جوعا فالتهديد الحقيقي هو ان تكنولوجيا المبيدات في ايدي حفنه من الشركات لن تظل تربح ما لم تواصل جعل الزراع والناس المهتمين في كل مكان يعتقدون ان بقاءنا ذاته يعتمد على الاستخدام المتزايد لمنتجاتها بل إن التهديد الأشد شؤما هو الهيئات التي تفترض نزاهتها وكان يمكن أن تشكل قوة مضادة لقوة الشركات الزراعية المتعددة الجنسية قد أصبحت بدلا من ذلك وسطاء لها فمنظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة بدلا أن تعمل على تطوير وتعميم البدائل المناسبة أو حتى المعلومات حول الاستخدام الملائم للمبيدات أخذت تصبح شريكة في الترويج للشركات الكيميائية. يقول روبرت فيليبس السكرتير التنفيذي لمجلس الشيوخ القومي بالولايات المتحدة: إذا كان العقم هو المشكلة الرئيسية في التعامل مع مبيد دي سي بي، ألا يستطيع العمال الذين بلغوا من الكبر حدا يجعلهم لا يريدون إنجاب الأطفال قبول هذه الأعمال تطوعيا أو ربما تطوع البعض لهذه الاعمال كبديل لعمليات قطع او ربط القناه المنويه او كوسيله لتجنب الحظر الديني على تحديد النسل اننا نؤمن بالامان في موقع العمل لكن لكل موقف جوانبه الجيده وكذلك جوانبه السيئه انتهى كلامه